السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. عفوا، واحد الحاجه غادي نقولها لكم بالخفه. هاد منشف ديال الشعر اللي كيستعملوه الدريات اولا العيالات، المشكل ديالو اللي ديما كيوقعوا فيه الناس هو هذاك الخيط اولا الكابلي، ديما كيتقطع من الحد ديالو من الدخل من هذيك البلاصه. شتي دابا هاد البلاصه اللي كنحرك وهو ملي كيتقطع هاد الخيط هذا. دابا الا رديتو البال هذيك البوله الحمراء راه كتفى، ملي كيتحرك كتفى وتشعل، تفى وتشعل. ردوا بال مزيان، لان يعني باقي ما تفرقش مزيان، باقي السيركوي او اللي كيما باقي كيتلقى بعضياته لداخل ديال الخيط، ولكن كيكون خطر ملي كيكون فيه الخيط هذاك المشكل. خصنا نعتقوا راسنا قبل ما يضربنا الضو، اما يضربنا الضو الطياره يمكن غادي يصدمنا او لا غادي يولي الحروق على حسب. اللهم ملي كتكون هاد القضيه كيتقطع فيه الضو اللي كنقولوا حنا، صافي خصو الحل. انتما دابا كتشوفوا انا كنحركو، شتي هو كيتقطع واحد البوله حمراء حدا يدي وحدا صبعي. الا كان يمكن بحال هاد لا فيديو هذا اللي بغى يصوب بحال هاد النوع هذا باش نقرب ليه الطريقه، يزومي الفيديو مزيان، راه تزومي يبان لك داكشي بالوضوح. انا دابا عرفت المشكل فين كاين، دابا خصني نحلو، والحل ديال هذا شويه صعيبه شويه، حيت كتجي عندك شي ماركه ما كتعرفش كيفاش تحل، ولكن غتمشى معاه غير بشويه، غير بالذاكه وغادي تعرف كيفاش كيتحل، وغتحلو غير بشويه وتحاول واحد الرسولات او لا شي سلوك الله يطيرو غيطبطرو. رد بالك معاهم، اي واحد عنده هذا كيتقطع فيه الضوء راه ماشي من الداخل، انا غير من السلك. اما كيكون مقطع حدا يدينا تمايا حدا الشده ديال اليد اولا من البريز لتحت اولا في الوسط على حسب الخيط، ولكن كنتاكدوا كنعبروا الخيط مزيان اين بلاصه اللي تقريبا اللي غيكون فيه المشكل. انا دابا غادي نحلو، كاع هاد المسائل ديال كما كنسميو منشف كله، هاد النوع كله ديال الشعر هذا كلهم المشاكل اللي كتكون فيهم هي هاد القضيه ديال الخيط، لان من كثرت الحركه الخيط كيتقطع بحال هذا، بحال الشارجور، اي خيط ديال الشارجور ديال التليفون حتى هو هذا المشكل كيوقع علينا فيه. دابا خصني نقبضو من التحت باش ندور واحد الفيس. الناس تبارك الله عليهم كيصوبو هادشي مزيان. وملي تبدا تحلو هاد المسائل بحال هكدا، بحيت هادوك البيسات صغار بزاف، جمعهم في بلاصه واحده باش ملي تبغي تردوهم تلقاهم ساهلين وموجودين. ماشي كل بلاصه تحطو فيه البيس كيتضرو، وملي كيتضر لك هذاك البيس بواحد المشقه باش كتوقع بحال هكا. وكنحاولوا حلو واحد الخيوط صغار بزاف رقاق باش ما يتقطعوش، لان الا شدو هذاك داير بحال المقبض.
الفوق والتحت، كاين واحد الخيط اللي طالع الفوقاني رقيق بزاف، خصنا نحاولوا باش ما يتقطعش لينا، ملي كيتقطع لينا غادي نديرو مشكل اخر عاوتاني. انتما كتشوفوا كيفاش كندير معاه غير بشويه باش ما نديرش مشكل عاوتاني لداخل. اللهم نصل هذاك الخيط، غادي نصلو منه بواحد السوله، هو نصلتو ومن غادي نصلو غادي نعبرو عاوتاني نشوف المشكل فين كاين بالضبط، واش قريب تما ولا بعيد. انا مشيت نجيب واحد بياسه اخرى اللي خاصني باش كنعبر مانيتريكس، لان ما حطيتش كلشي، كل مره كنتفكر حاجه حيت هادشي كتقول راه ساهل، ولكن ملي كطريح من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه سبحان الله العظيم. هاد المانيتريكس ضروري تكون عند اي واحد، هادي هي باش كنعبروا. اللي كنتي كتسمعوا هاد الحس ديال الماتريكس راه كتكلم ملي كان ملي كيكون الحاله مزيانه راه كتصون، وحتى واحد الارقام اللي تزومي كيبانوا ارقام بان داك الشيء راه الخيط متواصل او ما متواصلش. انا غنسكت باش تسمعوا. واحد مزيان، واحد مزيان، واحد مقطع. ايوا اجي تشوفوا دابا كيفاش غندير داك الخيط باش غادي نفتحو. لا تما كلشي مزيان نورمال، تما كلشي الخيط هو اللي مقطع. لان ملي كيبدا واحد فيه صوب هاد الشيء هذا ما يحقرش داكشي، خص كل حاجه كنعبروها، لان بعض المرات ما كتعرفش المشكل فين كاين، حتى كتلقاه في بلاصه اخرى. يمكن يكون عندك مشكل واحد، يمكن يكون عندك جوج مشاكل، لان حتى هذاك ملي بعض الناس كيطيح لهم هذاك واحد شي بلاي كيتزعزعوا كيتحركوا من الوسط، خاص حتىهم يتحلوا يترقلوا في بلايصهم. وكنقول لكم حاول اللي عنده هذا المنشف هذا يحاول ما يطيحش ليه، يحاول يعني المشكل ديال هذا هو ملي كيطيح او لا من كثرة الحركة كيقطع الخيط. وما تاخذوش الوقت كثيرة واحد المدة كبيرة، لان حتى عاوتاني السخونية ملي كتسرح ديك السخونية ملي كيسخن اكثر من القانون، هذيك السخونية كتطلع الخيط لداخل عند يدينا وكيبدا الخيط بحال كيرطب هنا بالسهولة ديالو كيتنصل او اللي كيقع في مشاكل. اللي عنده اللي جا على هذه بواحد المدة على الاقل خليه يرتاح شوية. انا راه باقي كنعبر باش نتأكد. هو الخيط ما فيهش شك مقطع،
وإلا شفتوني كل مرة كنت في هذيك. علاش كنت فيها؟ حيت فيها واحد حجرة ديال 12 فولت ملي كتبقى غير مطلقة ودغيا دغيا كتقضى. اللهم إلا وبعض المرات كنساو، اللهم ملي ننسى اليوم منها كنت فيها أحسن. دابا غادي نسيت شنو غنجيب عاوتاني، غادي نجيب واحد الموس ماضي بحال الزيزبار، هو باش غادي نفتح هذاك الخيط ماشي غادي نقطعو غادي نفتحو، هانتوما غادي تشوفو. وكاد عاوتاني كنفكركم اللي بغى يشوف مزيان يزومي، لأن أي واحد في التليفون ديالو يدير واحد التطبيق ديال الزوم باش إلا عجبني شي فيديو بغيت نتأكد وباش نشوف بالوضوح كنزومي الفيديو كنشوف داكشي مزيان، لأن كتشوفو أنا بعيد شوية على الناس. ولكن اللي عنده غرض يصوب شي حاجة بحال هادشي هذا يدير التطبيق ديال الزوم، كنقولها لكم، لأن ملي كتزومي كتشوف داكشي واضح باش تعرف شنو غدير. هادشي ساهل الناس، راه هادشي ساهل، غير يكون شويه عندك شويه ديال المطاريان هادشي يمكن تصوبو لراسك بلا ما دير المعلم، لان شحال خاصنا ندو المعلم. شي شواره مصلوع هذاك الشيء، المهم شحال ديال الحوايج عندنا في الدار، شحال من الحاجه، راه كل واحد اللي ما عنده في الدار كتكون عنده 3 4 الحوايج في الدار. ايوا غادي بهادي جايب هادي، اللهم تفرج اخويا وتعلم ونهار الحد ريح وجرب، شرب واحد الكويزين القهوه وارتاح لك مزيان وعبر وكليكي على فيديو وتعلم هادشي كلشي مزيان. مزيان هاني دابا كنقلب على داك الخيط. غادي تشوفوه مزيان الا زوموتي، غادي تشوفوا الخيط مزيان كيفاش غادي كيفاش هو تقطع من كثرة الحركه. ولكن ملي غادي نقولوا عاد للناس ما تحركوش بزاف كي غيديروا، ما يمكنش، لان ما يمكنش تي انتما انت شتي شتي واحد مقطع. دابا ملي كيتقطع هذاك الا ما ردانش البال يمكن كيتلاقى مع الاخر، كتشعل العافيه كما كنقول، يمكن شخص ولا شخص ولا مراه ولا دريه يمكن يضربها الطيار، يمكن يوقعوا مشاكل بزاف، يمكن يتحرك كلشي يتحرك، ولكن غير ما يتحركش هنا بنادم. اللهم نعتقو. دابا هذاك غادي نجبدو لك الخيط غير بالسهوله ونجبد الاخر، وغادي ندير لهم شويه ديال الليتان بعضياتهم وغادي نلصقهم من جديد. الحمد لله ملي ولا هاد التقنيات بين يدينا، هاد الصفحات ديال اليوتيوب والفيسبوك راه كيسهلوا الامور بزاف، ماشي بحال بكري ما كانت حتى شي حاجه. بكري ما عند الانسان قليل اللي كيفهم في هادشي هذا، حتى داك اللي كيفهم باش تعطي زعما النصيحه للناس اخرين ما عندك كدير ليهم. اما الحمد لله اليوم بفضل ديال هاد القوانات راه كلشي اللي بغى يتعلم اللي بغى يصوب شي حاجه مرحبا، كلشي موجود.
راه بزاف دابا الناس اي واحد كيصوب دابا حاجته في دارو، ما كيبقاش يحتاج المعلم، معلم الا عن الضروره شي حاجه اللي هي صعيبه عليه. ولكن راه ما بقى حتى شي حاجه صعيبه، نقول لكم ما بقى حتى شي حاجه، لان هادشي ديال المنازل او لا كما يكون نقولوا هادشي ديال الدار، هادشي ديال الضوء اللي كيخسر لنا في الدار، راه كلشي سهل في نظركم. هذاك السيد اللي غادي نجيبو كنقول ليه معلم، واش هو مالك؟ منين تعلم داك الشيء؟ راه بحالك بحالو، حتى انت الا بغيتي تصوب داك الشيء راه غتصوب، راه بحالك بحالو، راه ما كاينش فرق. غير حنا كاين لك في العوان، كاين بنادم اللي ما مساليش، كاين بنادم ما عمر حرك الطرنوفيس، ما عمر حرك البانز، ما يعرف يقطع حتى الخيط، ما يعرف يلصق حتى الخيط، ولكن يمكن كتكون عنده امراه لاله مولاتي كتفهم. ولكن كنقول للناس يحاولوا يتعلموا، يحاولوا يديروا الدوزان في الدار، يحاولوا. شري يا خويا الدوزان، طرنوفيس، اي حاجه، داكشي اللي غتخصك اللي غتخصك في الدار شريه، لان عندنا البوطا، عندنا البوطا، عندنا الريدو كيطيحو، عندنا بزاف في الحوايج في الدار كيوقع فيهم مشاكل، خص يكون عندنا السوارز. هانتا شوي ديال الليتان، هانتا كوايا، كوايا شحال كتعمل؟ 80 درهم، 100 درهم، 60 درهم، تجيب كوايا، تجيب كوايا، تخلي عندك السكر تما، الليتان كيتباع، كلشي ولا موفر، كلشي موجود. ويلا كاع ما عرفتيش باش دير لي الليتان او لا هاد الكوايه هادي، يمكن لك غير تخرج هذاك الخيط مزيان وتدور عليه الشكوتش مزيان، ولكن ماشي غليظ عاوتاني كثر من القانون، لا كتحس بان داك الشكوتش راه صافي، راه كتقول مع راسك مزيان، وكتلويه مزيان، وكطويه مزيان، وكتعاود تاني الدوبلو باش ما يخسرش، وكتكر على الله. ولكن الاحسن هو دير الليتان، ولكن الليتان صعيبه الحركه ديال شويه، ولكن الانسان خصو يتعلم ويشوف. هذا هو اللعب اللي خص واحد يلعب نهار الحد في العطله ديالو ملي كيريح، جبت شي حوايجات عندك في الدار لعب عليهم كما قلت لكم، كويس ديال القهوه حداك، هو تصوب مزيان، هو لصق مزيان، حيت البريز ديال الضو من الكوايه. انا غادي نعبر عاوتاني، نعبر الخيط واش دايز فيه الماس مزيان باش لهنا، مزيان تبارك الله عليك يا معلم، مزيان. هادشي كياخد شويه ديال الوقت، تقريبا هادشي كياخد واحد ساعة ديال الوقت، ساعة، ساعة الا ربع، نص ساعة على حسب. وصعيب يمكن بنادم يريح ساعة ولا ساعة الا ربع، ولكن كتمتع في هادشي هذا. دابا هذاك الا ديتيه معلم شحال غيقول لك؟ على الاقل 100 درهم، ويلا كاع ما خسروا لي كاع، تديه لي وربنا ما يخسروا لك ولا يبدلوا لك ولا شي حاجه،
انت صدقتي مصيد كاع وماني في هذه الحاله كلها. دابا غندور عليه الشكوتش كما قلت لكم. نتوما غتشوفوا واحد الطريقه اللي غادي ندير ليه ملي غادي نلصقو الشكوتش مزيان ونتيقن منه مزيان. غادي ندير فيه واحد جوج تنيات، واحد جوج لويات. غادي نديه تقريبا نديه ونجيبو تقريبا يدور. المهم غتشوفو ديما كنقول لكم ديروا التطبيق ديال الزوم. بالنسبه للناس اللي عندهم تلفزيون مزيان، التلفازه كتلفزه مع سميتو ديالها كبيره كيبان داكشي مزيان. انا دابا كنمشي معاه غير بشويه لان هذوك الخيوط خصك تمشي معاهم بشويه، بحيث دابا واحد كاين. دابا كنحاول غير واحد يلصقو. علاش كتشوفوني دابا كتعطل في داكشي؟ خصك تعطي واحد الخاطر كيفاش كتدخل السكوتش ما بين الخيط والخيط، كدور ما بين الخيط والخيط باش تيقن منه باش مابقاش يمسخوه، لان خصك تيقن منه باش ما يسخنش ويقيس خوه الخيط الاخر. خصك دير واحد الحجز بيناتهم بالسكوتش. هنا غادي نجيب واحد الشكوتش هنا، غنجيب واحد الشكوتش ديال الكارت، لان السكوتش ديال الميكا شويه كيسخن وكيطلق. غادي نجيب واحد السكوتش ديال الكارت، بحيث الكارت باش ما كيسخن كيقساح. هذاك هذاك كارت هذاك ماشي ملي كيسخن كيقساح، ماشي بحال الاخر ديال كما كنقولوا ميكا اولا البلاستيك. السكوتش العاديه ملي كتسخن كتولي مرخيه، كتولي بحال الشومبريه. هذا لا، هذا ملي كيسخن كيقساح. هذا خصني نديرو ما بين الخيط والخيط، الحاجز بيناتهم باش ما ياثرش عاوتاني واحد طيار بعضياتهم. علاش كنقول للناس يحطوا واحد الكويس ديال القهوه؟ بحيث انا ما كنشربش القهوه، ولكن كاين اللي عز عليه القهوه. النوبه يدير واحد الشريبه كتونسو وكتنشط. دابا هذوك الخيوط غادي نحاول نردهم لبلايصهم، ندخلهم في وسط الخيوط اللي كانوا فيه ونجمعهم بحال هكذاك. شتي نجمعهم، ها شتي اللويه اللي قلت لكم، اللويه جوج اللويات شتي. ولكن بعدا خصني نلصق هذوك باش يشدوا بلايصهم، ندير لي واحد السكوتش باش يشد بلايصهم عاد باش نلوح جوج اللويات باش ما يبقاش يعاود يخسر. حتى الا خسر عاوتاني غادي يخسر من نفس المشكل ولكن على واحد المده. وهذا الشيء هذا ضروري غادي يخسر، واخا كنقول للناس
حيت الحاجه من كثره الحركه ضروري غتخسر، لان كنرد البال حتى عند كل الناس الحلاقه ملي كنمشي نحسن كاع دوك الخيوط ديال الشيشوار ولا دوك الالات ديال الحسنه كلهم كيقع فيهم نفس المشكل، بحيث الكثر ديال الحركه ما يمكنش ما كاينش حل. تقريبا في النهار كله كتلقى داك الخيط كيتحرك واحد 1000 حركه في النهار راه صعيبه، واخا يكون الخيط كيف ما كان غيتقطع. ما كرهناش من هنا لقدام يديروا هاد التيار متوصل بالالات يكون حتى هو بلوتوث، ما كرهناش ما يبقاوش الخيوط، ولكن يمكن غادي تكون المشكل عاوتاني في يمكن غيكون المشكل في شي بلاصه اخرى. اما باش توصل التيار او الكهرباء لشي اله بلوتوث شويه كتطلب، شتي انا كنقول لكم مزيان، شتي كيفاش درت لي غادي نلوي عليه السكوتش مزيان شويه الكحل. وهذا السكوتش هذا راه فيه ماركت، راه ماشي كلشي بحال بحال. بغات تاخذوا السكوتش قول لي السكوتش ديال الماء، كاين بعد بحال كاين واحد السقه والو يعني كديرها كتقلعب وحده، هذا ديال الماء كيدير بزاف في الطوموبيلات وفي البلاصه ديال اللي فيهم الماء كتلصقوا، واخا واخا يدوز عليه الماء واخا تكب عليه الماء كيبقى لاصق. ها هو مزيان دابا كل مره كتفكر شي حاجه، دابا غنرد هذيك البياسه غنمونطيه البلاصه غنمطي البلاصتو. كاين تما واحد نتو الذكر بحال داك الفيش ديال لونتين ديال التلفازه، ولكن بواحد الطريقه زوينه هما دارين واحد الفيش كيدخل وكدير ليه فران باش ميبقاش يخرج، وكيدور في وسط الخيط كيدور. هذيك هي البياسه اللي غادي نرد بالفيس، هذيك هي الفران اللي غتشدو باش ميبقاش يخرج، واخا الخيط كيدور كيدور كله كيدور، بحيث الناس راه دايرين زعما الضد ديال هاد التقطيعه، ورغم ذلك كيتقطع. هذاك هو الفران صافي، ها هو الخيط دابا زكا في بلاصتو. دابا خاصني نرد هادوك لي دين بجوج بياسات ديالهم، وغير بشوية لأن دابا هاد الماركة هادي دابا كل واحد شنو فيها، هادا في واحد الفران وطوماطي، هداك كاين واحد الحديدة صغيرة إلا تلفتيها ما يبقاش الفران. هادي الحديده هي اللي كتبان صغيره راه محطوطه تما، بالخاطر كل شيء يمكن يتصور، ولكن حاجه ما يكونش عندك الاولاد، ما يكونش واحد كيهز لك شي حاجه من الطبله، ما يكونش واحد حداك. كنصيكم ملي تبغاو تصوبوا شي حاجه بحال هك ما يكون معك حتى واحد من الدراري الصغار، الا بغى يجلس معك شي واحد بعقله يجلس قول ليه ما تحرك حتى حاجه، لان الدراري الصغار كيهز البياس انت كتحل كتحط، والاخر كيهز انت ما كتردش البال كلشي كيتلف. ويكون عندك تورنوفيسات على اشكال،
يعني ماشي بزاف، تاخذ واحد ثلاثة الماريكان على اشكال غليظ رقيق، يعني ثلاثة أربعة يعني من نوع رقيق بزاف، وبحال كان غادي نقولوا جوج وثلاثة وربعة، هادو ماريكان. البلا كذلك جوج وثلاثة وربعة، سوارت غرينيج، سوارت سيبو، بانز، يكون عندك جوج صافي. هادو مينيتريكس عادية، 80 درهم، 60 درهم، 100 درهم، 40 درهم مينيتريكس باش ديباني. ليتان، مترو ديال ليتان بدرهم، يعني خد نتا جوج مترو ديال ليتان خلي عندك في الدار. واحد المادة اللي كتسمى مشات ليا، تلفات ليا، الله نفكر. هاد المادة هادي دايره بحال الزبدة، هي اللي كندير كنديرو الخيط باش داك اللي تن كيشد بالزربة. رزيزة، ما تنساوش رزيزة، رزيزة راه كتباع في في الحكويك الصغير، يمكن تبقى عندك مدة طويلة. عقلو رزيزة تكون عندك، واللي تن اللي تن فيه حتى هما ماركات. خذ ما تاخذش رقيق بزاف، خذ عادي. والكوايا وجمع داك الشيء في الدوزان عندك، الوقت وزمان صلا عندي. شتي ديك البولا هي مابقاش كطفى دابا، شتي رد واحد البولا حمراء راه ما كترنش بزاف، راه كنحط عليها يدي، شتي مابقاش كطفى. شتي البولا راه كتبان ليكم مبقاش كطفى، واقفة الحمد لله. أنا غادي نحيد هاديك. المرا عندي جابت لي واحد البولا ديال ليدز ديال التريا، حتى هي قالت لي صعوبة، ملي حليتها لقيت واحد الخيط مقطع مع كيدورو فيها، حتى داك الخيط اللي دخلني تقطع. عبرتها لقيتها مزيانه، خاصه غير الخيط يتصوب لي يرجع لبلاصتو، وغادي نخدمها ان شاء الله حتى هي. انت بحال المثال دابا الا ما عندكش هاد البوله هادي، راه لا بدا هاد البوله، ردوا البال ما كثرت هاد البوله كتحرك ولا شي حاجه حتى هي كيقوع فيه مشكل، من الخيوط كيتقطعوا. دابا هاد البوله هادي كتعمل 40 درهم، لو كان ما عبرتهاش غنلوحها، ولكن ملي عبرتها لقيتها غادي تصلح. هاني نقدتها، اي حاجه خسرت لكم في الدار غير كونوا مرتاحين، كويز القهوة غتصوب لكم، لأن الناس هنا في المدينة الله يكون في العون. شحال قدك باش تجيب معلم؟ كيخسر لك الريدو، الكوكوت، غير الكوكوت يلا خسرت لك، خسرت لها الجلدة، حتى واحد ما غادي يعرف يصوم، يلا غتديها المعلم. دابا شحال من واحد دبر الكوكوت كيديها المعلم، جيب اخويا الجلدة حتى هي، صوب لها الجلدة ديالها غير بالخاطر، وحيد الجلده القديمه والعبار ورد البلاصه. ها انت ها انت صوبتي الكوكوت ديالك. دابا الكوكوت بزاف المشكل اللي كيكون فيه هي داك الجوان.
ان شاء الله مازال غنوريكم الشارجورات ديال التليفونات كيفاش غادي نصلحوهم بلا ما نبقاوش نشريو الشارجورات، لان الا عندكم 4 تليفون في الدار وشحال من شارجور خاصني نشري في العام، والشارجور دابا القليل كيتباع دابا 100 درهم. وإلا تبعتوني ان شاء الله مازال غنوريكم اكثر. انا في هذه القناه كنعمل كل شيء كنعملو الحمد لله. انا يعني جميع الحوايج كنديرهم دراس. انا من نهار درت محل ما عمرني جيت شي معلم الا السباغ والبناي، هادو هما اللي كنجيب، ولكن السباغ الا كان شي حاجه كثيره، اما حتى السباغ كان سباغ بحال الشراجم بحال المريوات بحال اي حاجه، ولكن باش نصبغ الدار كلها بالتقنيه ديال الصباغه كنجيب اخويا السباغ، لان السباغ حتى هو حرفته هذيك تعطل فيها ضرب فيها واحد 10 سنين لان حرفه هذيك بحال القرايه. اما هادشي ديال الماء وهادشي ديال الضو كنصوبو راسي، وهادشي هذا كما قلت لكم تعلمتلو غير من النشاط، ماشي قريت عليه، ماشي النشاط. علاش كنقول لكم راه حتى نتوما يمكن لكم تعلم اي حاجه غير بالنشاط ديالكم، راه كلشي سهل. لان ملي كنقول هذاك السيد اللي كيصوب ماشي مالك، بنادم بحالك راه حتى انت غادي تصوب، باش فايتك ما فايتك حتى شي حاجه غير بالعقل. حتى انت الا حليتي واحد الحاجه وعطيتيها العقل كامل راه غتصلحها، غير هي حاجه اللي كنقول لكم غتشري واحد الصندوقه. والسلام عليكم، الله يعاونكم.